سنقدم لكم مشروع برنامج العمل مؤتمرنا الوطني 11 المنعقد تحت شعار وفاء التزام انفتاح. كما تتبعتم معنا احنا اليوم هذا الصباح كانت لنا الجلسة الافتتاحية بكلمة الاخ رئيس المجلس الوطني الاخ الحبيب المالكي، كلمة الاخ الكاتب الاول الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية الاخ ادريس الشقر. في نفس الجلسة تم عرض كلمات الوفود الأجنب للأصدقاء الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية في المنظمات الاشتراكية الدولية والمنظمات التقدمية الدولية وفي الأحزاب الاشتراكية العربية والدولية. كذلك تلقى الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية مجموعة من رسائل التهنئة ورسائل وتمنيات النجاح لمؤتمرنا من الأحزاب المغربية الصديقة التي لم ندعوها إلى افتتاح المؤتمر بسبب ظروف الجائحة، لكن قدمنا لها اعتذارا عن دعوتها احتراما للتدابير الاحترازية، واستجابت لهذا الاعتذار بأن تمنت لاتحاد الشراكي للقوات الشعبية نجاح مؤتمرها. لم يقاطعوا الزميل الصحفي هم لم يقاطعوا، أعلنوا عن سحب ترشيحهم. هناك فرق، إذا كنت عضوا هناك فرق. أعلنوا عن سحب ترشيحاتهم للمهمة الكتابة الأولى. هناك أخوين فقط، الأخ محمد بوبكري والأخ بن عبد الكريم بن عتيق، أعلن انسحابه من الترشيح لمهمة الكتابة الأولى فقط. وأظن على أن تصريحهما واضح وصريح ومكتوب، وليست فيه أي كلمة ديال المقاطعة. أولا هذا مؤتمر لتجديد الهياكل، لتجديد الهياكل لمكاتب الكتابة الأولى المكتب السياسي المجلس الوطني. ثانيا هذا مؤتمر بحمولة سياسية كبيرة، لأنه احنا اليوم مصطفين في المعارضة وتنشوفوا على أنه بلادنا لم تحقق التناوب لك المنشود اللي كان خصو يكون ضروري عبر انتخابات 2021. حقق التناوب انتخابيا ولكن ما حققش تناوب سياسي، وتنشوفوا على أنه اليوم اتحاد الشراكي على عاتقه على أنه يزيد مازال يستمر في مناهضة والترافع ضد التغول السياسي والاقتصادي اللي كاين اليوم، وتطبع المشهد المجتمعي في بلادنا. وعندما تحدثوا عن التغول السياسي والاقتصادي فأنا تتحدث عن المجالين السياسي والاقتصادي. اتحاد الشراكي اليوم هذا رهانه السياسي هذا، وأيضا المساهمة بشكل كبير في تفعيل ومراقبة مدى قدرة الحكومة الحالية على تفعيل خلاصات تقرير النموذج التنموي اللي هي خلاصات تجمعونا كاملين كمغاربة، وأيضا المساهمة في ورش إصلاح المنظومة القانونية المغربية المرتبطة بكاع المجالات، وأيضا التحضير الجيد لانتخابات 2026 القادمة. رهاننا كاتحاد الشراكي للقوات الشعبية على أن نحقق الثلاثية التالية: انفتاح وفاء التزام انفتاح، على أساس تقوية الذات الحزبية الداخلية، تقوية الجبهة الخارجية من أجل تقوية الخيار الديمقراطي في بلادنا ومواجهة التغول، تواجد بشكل جيد وقوي وبناء واقتراحي وفعال داخل المؤسسات المنتخبة، ومن أجل معارضة قوية واقتراحية وطنية تشاركية. حنان رحاب، إذا كنتم تتحدثون عن نفسي، أو كنت واحدة من 27 عضو وعضوة في المكتب السياسي الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية الذين عبروا عن مساندتهم وطالبوا الأخ الكاتب الأول إدريس الشقر بالترشح مجددا لقيادة الحزب. ترشح الأخ الكاتب الأول لقيادة الحزب مجددا ليس نداء حنان رحاب فقط، وليس نداء أعضاء المكتب السياسي فقط، هو نداء البرلمانيين والبرلمانيات، المنتخبون والمنتخبات، والعديد من المناضلين والمناضلات في المغرب كامل. لأنه الأخ الكاتب، هناك لدينا قواعد ننظم بها برنامج المؤتمر. المؤتمر لديه برنامج، هناك تعديلات يجب أن تمرر، المراقبة التنظيمية يجب أن تمرر، الورقة يجب أن تمرر، بمعنى كاين ضوابط نحترمها. وسبق وأن مديناكم بمشروع برنامج المؤتمر واطلعتم عليه. أظن على أنه زملائي وزملائتي عندكم المشروع وتتعرفوا، بمعنى اليوم كاين التقرير الأدبي والمالي دابا شي شوية، من بعد كاين المقرر التنظيمي، من بعد كاين المقرر السياسي، بعد هادشي غينزل للجان للمناقشة، من بعد غتجمع النتائج ديال اللجان، وبالليل غادي تكون الترشيحات.
واحد الاتحاد الشراكي القوات الشعبيه نظم لقاء المصالحه نهايه في اكتوبر 29 اكتوبر 2019. هذا اللقاء كان موجها لكل الاخوان والاخوات المناضلين ومناضلي الاتحاد الشراكي الذين غادروا يعني الحزب، جلسوا ولم يسيئوا اليه، وحتى اللي كانوا غاضبين وعادي. حنا بيت، هذا بيت، هذه اسره، وهذا بيت اسره، تيكون فيها اللي غاضب، اللي فرحان، اللي مقلق، اللي مقلق، وهذا الشيء عادي جدا، هذه الحياه الطبيعيه. وهذاك النداء استجاب له مجموعه من المناضلين والمناضلات وحضروا معنا. طبعا حنا مازال النداء مستمرا، لن نحيد عنه، لن نتنازل عنه، مازال مستمر. لهذا قلنا الوفاء، الوفاء، لهذا قلنا شعار الوفاء، الوفاء للقيام، للمناضلين، للارث التاريخي، الالتزام بالنضال داخل 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 والمبادئ الحزب، والانفتاح على طاقات اخرى جديده. لكن نحن نعتبر هذا المؤتمر هو مؤتمر عادي جدا، هناك نقاشات طبيعيه، لان نحن بنيه بشريه ماشي تنظيم عسكري، بنيه بشريه، كي تنعبروا على مواقف، كي اللي يتفق معها، كي اللي ضدها. لحد الساعه لا احد عبر عن اي موقف سياسي ضد الاختيارات السياسيه التي اعلن عليها الحزب، لا احد، حتى من تسميهم بعض الغاضبين لم يعبروا عن اي موقف سياسي ضد الاختيارات السياسيه للحزب، ولكن عبروا عن بعض الملاحظات المرتبطه بما هو تنظيمي، وهذا حقهم، والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه ولا يفسد للانتماء قضيه اذا ما كان هذا الانتماء مقرونا بالاخلاق. وانتم تعرفون حنا احترمنا لجوءهم للقضاء، قلنا بحقهم لجوء للقضاء، القضاء قال كلمته، حنا تنحترموها، وحنا كنا متيقنين من شرعيه ومشروعيه كل التدابير التي قمنا بها من اجل اعداد مؤتمرنا الوطني 11.